هو أنا لو جبت سيرة مطروح إيه أول حاجة هتيجي في بالك؟ عجيبة، شاطئ الغرام، بالأبيض، مية رايقة، زيتون، لب أبيض عشان الحاجة، الأرنب الأبيض بتاع محلات اللب، لويزا، شوية النعناع لزوم الشاي، من الآخر كل ده ممكن يتحط تحت مسمى حاجة واحدة، مصيف. طب عمرك سألت نفسك أهل مطروح حقيقيين شكلهم عامل إزاي؟ عايشين إزاي؟ ثقافتهم إيه؟ حياتهم الأصلية عاملة إزاي؟ مع العلم إن معظم اللي بنشوفهم في مصايفنا ما بيبقوش من أهلها الأصليين، وزي ما عودناكم دايماً باختلاف في سلسلة فيديوهات شوفوها بعيوننا عن بقية الفيديوهات، فقررت اني اركز في الفيديو ده على ثقافة اهل مطروح الاصليين، من اسلوب حياتهم وعزة نفسهم اللي بيفتخروا بيها قصاد العالم كله، وده هيبان جدا من لبسهم الفلكلوري وارتباطهم بالخيل والابل والغنم، ده غير الطبيعة الصحراوية القاسية اللي بتخليهم يعرفوا يقتصدوا في الاكل والشرب علشان يواكبوا الحياة هناك، لكن ده ما يمنعهمش ابدا من انهم يفضلوا متصدرين المشهد في كرمهم الطاغي مع ضيوفهم وعابر السبيل. يوم معينة واربع ايام تصوير، مفيش لوكيشن بنروحه الا والواجب يتعمل معانا من اول ما رجلينا بتلمس المكان لحد ما بنطلع منه. فريق التصوير المرة دي كان متكون من شريف شلبي، محمود عثمان، ويجا والعبد لله. رحنا نفذنا اللي كنت شايفه من وقت المعاينة، من تصوير الفرسان والوديان والبحر والتفاصيل الصغيرة، وبالمناسبة واجهتنا مواقف كتيرة غريبة علينا هنشوفها فيديوهات كتيرة ان شاء الله جاية. بالنسبة للمزيكا، فبطل المزيكا المرة دي من اقتباس كلمات وتلحين وتوزيع وغنى كان من نصيب الرائع أسامة علي، والمزيكا هنا كانت خارجة عن المألوف لأننا قررنا الميكس ما بين الأبيك ميوزك والروك والغنى باللغة العربية الفصحى، ورغم ان الميكس ده غريب نوعا ما الا ان انا ضامن ان انتوا هتنبسطوا منه. اما بالنسبة بقى للميكسينج والماسترينج، فالبطل بتاع الجزئية ديت مؤمن ياسر طبعا، واللي تعب جدا علشان يقدر يساوي ما بين طبقات الموسيقى المختلفة مع صوت أسامة والساوند ديزاين اللي معمول من عمرو درويش. اما بقى بالنسبة للإديتنج، فالصراحة ان البروجكت ده كان من ألطف واخف البروجكتات اللي اشتغلنا عليها انا وعمرو درويش. الموضوع ما خدش معانا اكتر من 4 أو 5 جلسات وكنا مخلصين الفيديو تماما. مجهود الناس دي كلها وصلنا ان احنا نطلع فيديو قوي لدرجة ان يكون مرجع لكتير من المصورين اللي حابين يصوروا ثقافات مشابهة لبعض الدول العربية زي السعودية، قطر، الإمارات، ليبيا، الكويت. لكن لو حبينا نسلط الضوء على الجندي المجهول ورا طلوع فيديو مطروح، كان لازم نذكر عمدة مطروح كلها، أحمد عرفة وأصحابه ناصر وأسامة، اللي وقفوا حياتهم كلها أيام التصوير علشان يسروا لنا كل حاجة من خلال معارفهم وأصحابهم. المهم دلوقتي الفيديو إن شاء الله نازل يوم الاثنين 11 سبتمبر الساعة 7 بالليل. أتمنى يعجبكم وأكون عرفت أنقل لكم جزء ولو بسيط من ثقافة البلد الجميلة دي. سلام.